السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده من برنامج ايام الناس. ورمضان كريم ومبارك عليكم، وان شاء الله يا رب تكونون من عواده ومن ابناء السلام. اليوم راح نتواجد وياكم بسوق بغداد جديده، راح نشوف الناس. وايضا بما انه اليوم نوعا ما اسعار المخضر وباقي الامور والمواد الغذائيه بها تفاوت، بها من صعد سعره وبها من نزل سعره، وبالتالي اليوم المواطن ما بين ارتفاع الاسعار وما بين قله الاسعار، فراح نشوف الناس وايضا راح نشوف وضع التجاره بشكل عام. خليكم معنا. الله يسعدك. اليوم مرحبا، رمضان كريم عليك وعلينا ان شاء الله وعلى امه محمد ان شاء الله على الجميع. سولف لي الاسعار اليوم شلون. والله الاسعار زينه كلها، يعني شيء يعني مو مثل ذاك الاسبوع والاسبوع اللي وراه. والله ذاك الاسبوع الطماطم 1500، والله خيار 1500، باذنجان 1500، بتيته 1500 1400. هذا الحكي صار الاسبوع ذاك الاسبوع؟ ذاك الاسبوع واللي وراه. هسه لا نعم، الطماطم 750، الخيار كيلو وين 1400، باذنجان ب 1750، بتيته ب 1750. زين ابو سجاد، ايش عجب ذاك ذيك الفتره ذاك الاسبوع والقبل ارتفعت الاسعار؟ وليش هسه نزلت؟ الحدود مسدوده، الجمارك السيطرات، وهاي السيطره من يسدونها؟ البراط يطب ب 70 ورقه 80 ورقه، اذا يجيبها بربع يزيد عليه 400 500 دينار، هاي سيطرات الصفرة والمنافذ. زين ياخذون البراد الواحد، السياره الكنتر البراد حسب السياره نوعه، البراد 40 50 ورقه. هاي ال 40 50 ورقه منين يطلعها؟ من عدي ومن الفقير. يقول لك انا شنو ذنبي؟ ابو المفرد يبيع. ما يطل فلوس، يخيسها البراد هناك، يخيسها ويذبه. يقول لك انا ليش اذب لي اربع دفاتر 50؟ وش عجب بهذا الوقت نفسيته صعد المخضر العراقي؟ انت لا تقول دوله. يعني والله من وصلت الدوله؟ لا قول عصابات. عصابات اي، من تقول دوله وحد الدوله تستاهل وين المواطن. والعصابات؟ العصابات لا، مو ينشون واحد الثاني. ليش اقول لك البراد يطب ب 40 50 ورقه؟ 40 ورقه 50 ورقه منين يطلعها؟ شهر رمضان المبارك. اي ما عندهم شهر رمضان. لا 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 ما عندهم شهر رمضان. هم لو عندهم شهر رمضان مو المطاعم كلها مفتحه، الناس تاكل وتشرب، الناس على اللي جاي تشرب وتاكل. ليش؟ يعني من بنادم من الله ما تخاف وما تستحي، يعني من بنادم شيء ما يشبه شيء. صحيح ترى نلاحظ سنه عن سنه. انا جاي اقول لك قبل ذكرتني انت بموضوع مهم، يعني قبل سنوات كانت المطاعم شادت تنظر. لا وياخذ اجازه مطعمين ثلاثه ويطلع يشرب له سيجاره ينسجل له شهر ورا العيد يلا يطلع. انتهت بعد، مستحى من الله انتهت. لان احنا ابتعدنا من الله، لو قريبين على الله كان ما صار بينا هذا الصار، صدقني. زين هذا ما يعني ما يمنع انه اكو ناس قريبين هواي من لا هذول قليلين، ثله قليله. لا والله هواي. لا والله والله احكي لك صدق. بس انا مو ثله قليله، والله يا عم عصابات كل من له. رياء ها؟ رياء كلها اي رياء. صدقني. يعني هسه هاي فتحوا لك شنو؟ شبعت العالم وصار ضغط شويه على الدوله. هسه المواطن اليوم بهاي الفتره بده يشتري. والله زين يشتري نعم من الله. ليش يشتري الطماطه؟ كان يشتريها ب 1500. ياخذ له نص كيلو لو كيلو، بس ياخذ له كيلو وين ثلاثه. الناس بدات تشتري كيلو. بتيته ب 750 وبلف، يعني زين. حلو. خيار ب 500 كيلو وين 1400. بس المخضر اكو عراق واكو مستورد. اي اكو عراق واكو مستورد. بين الليمون بين اللالنجي. اي بين لا اللالنجي والهاي يعني شويه ضعف مالتنا. بس الماشي كله مستورد، بس زين رخيص. تفاح بلف ب 750. حلو. الحامض 750 وبلف. لالنجي 1400 1500. بعد شنو النار 700، يعني اسعار حلوه. هو المواطن شنو بده ياخذ؟ ايه اتمنى لك صيام مقبول. الله يوديك، اشكرك، بارك الله فيك. ان شاء الله يا ربي بها ما جاي تتحسن. رحم الله والديك، الله يعزك، اشكرك. نعم مشاهدينا الكرام، احنا متواصلين وياكم، وبالتالي راح نشوف الناس، راح نشوف المواطنين وشلون بدوا يتبضعون، خصوصا انه بعد ما شهدت اليوم انخفاض بنسبه يعني ما نقول عاليه لكن بنسبه متوسطه ل اسعار الفواكه والخضروات. لكن ايضا هذا الموضوع احنا نتمنى انه بالفتره المقبله تبقى الاسعار على ما هي عليه بالفتره الحاليه، لان المواطن اليوم
بدا ياخذ كيلوين وثلاثه واكثر، على اعتبار ذيك الفتره كان حصله عليه نص كيلو او الكيلو. متواصلين وياكم، خليكم معنا. حبيبي رمضان كريم جميع ان شاء الله، صحه والعافيه. الاسعار اليوم اسعار منطقيه، اسعار المقدر اليوم منطقيه قياسا يعني للعمل على العموم يعني زين. لانه ايش بقالنا بس المخضر شويه مشينا، المخضر غير المخضر شنو يعني قصدي هواي اكو امور ملابس. هسه احنا جانا العيد ملابس واحتياجات البيت وهاي راح تزين زيان. اي والله ما شوفاني بعد ما مزين لحد الان، لا انتظر العيد يجي. اليوم بيش اشتريت الطماطم الخيار بيش والله الطماطم انا بالنسبه لي يعني صار سنين ويا جماعه حاجه زينه. اي معامل وش... اي معامل اي معامل صار سنين زين يعني حتى لو فرخ ربع دينار بس اخذ حاجه انا مقتنع بيها. بيش اشتريت يعني. الخيار اليوم الخيار بيش محمد 750 اي زين، والطماطم بالف وربع، والبيتجان البيتجان بلف بتيته بلف اي زين. اي بس شنو نستنقي ديناري مره صارت عندي حاله. شنو الحاله؟ يعني فرق ربع دينار عن السوق. رجعت البيت لقيت تقريبا ثلاث طماطايات تعبانه فانقهرت يعني بصراحه. اي مو ما نريد نوصل لهالمرحله يعني. صحيح. انت من تبيع فرق ربع تكون مثل ما يقول بخدمه المواطن فعلا. يعني مو تغشني على حساب فرق ربع دينار. اه رحم الله ويمشون هاي الحاله هم يعني نرفضها يعني بصراحه. بس على العموم الشباب طيبين يعني طيبين؟ ايه؟ والله خل نسويهم طيبين لو مو طيبين. والله طيبين الله شاهد. رمضان ابو عباس ماكو راح اصلي رمضان كريم ان شاء الله. جميع خل نسوي الشباب. السلام عليكم. والله لازموا لي المايك. يا ابي يقولون طيبين انتم. الله يدري الحمد لله والله وديك وعفايلك. الله يدري تقول طيبين بدي اروح لك. شلونك؟ شهادة العالم هاي فخر لنا. ها زين صار لكم بالسوق؟ والله هي مهنتنا هاي من الطفولة يعني زين صار لكم قديمين قبل التسعينات من الثمانينات. اي اي سولفوا لي الاسعار اليوم بدات تشد يعني منطقيه نقدر نقول. الاستيراد فتحوا غير إيه فتحوا الاستيراد الاستيراد الكيلو كيلو وين الاستيراد ما فتحوا بصوره صحيحه. اي بس اليوم الاسعار شلون الاسعار؟ الاسعار عندك البوتيته مصريه ب 1000 دينار. هاي ب 1000 دينار إيه؟ مصريه مصريه يا ياخذ قدعه هاي. اه الطماطم ب 1000 وربع. هاي ب 1000 اي شاهد الله. الطماطم ب 1000 وربع. الباذنجان ب 1000. ايه الجزر 1000 ونص. زين شنو الرخيص بدي اعرف؟ رمضان كريم عمو. رمضان كريم علينا شلون اخبارك؟ الله يحفظك الله يحفظك. بين صايم وتعبان؟ اي الحمد لله. وجاي تسوق اليوم تاخذ الحمد لله. اي والله. شلون الاسعار؟ والله الاسعار شويه احسن من قبل اسبوع اجيت. زين. اي كان الطماطم ب 1000 ونص هسه ب 750. طماطم 750 اي الخيار عندك هم 750 وكانت ب 500 سابقا. كانت 3000 ماخذها 3000 ماخذها اي 3000 ب 500 زين و 750 بعدين طفرت الى 1000 ونص. هسه صارت 1000 ونص صارت اكثر ليش عم وصلت حتى 2000 دينار يعني حتى 2000 دينار ذيك الفتره 2000 و2000 ونص وصلت. شو سوقت اليوم؟ يعني شو سوقت؟ والله اخذنا طماطم وخيار باذنجان رخيص زين كان ب 1000 ونص قبل مده هاي قبل اسبوع. هسه يعني زين اخذت 2000 وربع كيلو 1000 وربع يعني كان ب 1000 ونص الكيلو يعني وازن. اللحم البقوليات اللحم شويه غالي اللحم. ايش الكيلو اليوم؟ 15 16 15 16 هذول اللي يبيعون خارج شو اسمه تلقيه ب 12 13 اي خارج المسلق يعني خارج المسلق اي مقبلين ان شاء الله على العيد. ما باقي شيء ايام ان شاء الله. هي بعد 10 ايام 10 الاخير ان شاء الله شهر رمضان هاي السنه ان شاء الله. والحمد لله زين الجو اليوم مو حار هاي السنه مو حار الجو هو بارد مو اي الحمد لله والاجواء طبيعيه اي أنا لك صحة والعافية. شكرا جزيلا عمو. الله يعزك. شكرا جزيلا عمو. شاهدنا كانوا متواصلين معكم. خليكم يعني.
ابو حيدر رمضان كريم. الجميع على أمة محمد. ان شاء الله يتقبل الطاعات. قبل الطاعات. الله يسلمك الله يسلمك. بداية خل ندخل بموضوع البقوليات بما انه هو الغذائي اليوم. شلون اسعارها؟ لان على اعتبار نوعا ما اليوم المخضر ها شويه قلت اسعاره. صحيح. انتم شنو وضعكم؟ احنا وضعنا هذولي صح المخضر كان يستوردوه فتحوا حدود ايران شويه نزلت الاسعار. هاي الغذائيه مره يوعزها يقول لك الطريق بعيد من الهند لجاي كراوي التاجر. انا عندي تجار يعرفهم يعني باستمرار اسولف لهم حتى عندي علاقه شخصيه وياه. اقول لهم شنو تسوي؟ مره يقول الطريق بعيد ومره يقول النقل بعيد ومره يقولون دول انه بسبب اوكرانيا وحربها انه هذه الدول انه ما تصدر موال محتفظه لعدها البلدها زين. لذلك حتى اللي يطلع شيء قليل فقال غالي. ها هاي وستو جاي تجيبونه مو مثل سعره؟ لا طبعا يوميا بصعود. يعني مثلا انا مستوى قبل 3 ايام 4 ايام يومين كل يوم يختلف يصعد 500 ألف الجونية تتمم يوم عن يوم. اي والله هسه يوم بيش وصل الجونية يعني هسه 58 الجوكر ولا وكان تربيش اول ما نزل الجوكر والناس عرفته ب 45 واحنا نفس ترى هنا المبرد مو احنا سبب الصعود. يعني هذا الزيت هذا الزيت نبيع ب 1000 وربع هسه ب 3 ونص ب 3 وربع نبيع هسه ب 3 وربع اي هذا البطل اي ابو 900 هذا كنا نبيعه ب 1000 وربع هسه اليوم ب 3 وربع. شو تقول ليش على صعدنا يسار؟ مو نزلوا سعره بالبدايه عجيت علي انه مو نزلوا اسعارهم شلون صعدوهم؟ هو منو نزله ومنو نزل؟ هو وزعوا لهم اول يوم يومين وزعوا لهم حصه وانتهى الموضوع. هي الدولة هي السبب. يعني ليش الدول عندها ليش نجيب هذا من أوكرانيا؟ صحيح. ليش مو زيوت بسمن صدام نعرف الله عليه منعول 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 ولو ما هو ما جو ذول السبلة. ليش كان يصنع الدهن الراعي ويصنع الصابون الزيوت ويصنع التايت ليش هسه دواية التايت سوبر مال الزيوت أغلى من كل هذه التايت الموجود بالسوق؟ بس البلد سبب. ليش هسه تعطي خلنا ندخل ولا سيدها ولا عويتها خير بالحكومة ما يسمى صالهم من شهر العاشر لليوم. يعني هل هم يتفكرون بي وبيك؟ لا لو والله العظيم كرسي فلان عرز فلان إيش قد تطيني إيش قد أنطيك؟ دولة أب راعي عسرة وهو مخوش آدم الأسرة ضيع لو مضية. إحنا القادة السياسيين ما عندهم مخوش آدم. إذن إحنا الوضع السياسي اللي هو اللي أوصلنا 16 صار 20 سنة فكروا أن يبنون مصنع؟ لا زين فكروا أني رجال فقير بيت ابويا جدي الي بيت ابويا بس وحدي بيتي وابوي من جدي لابويا الي باخذ رطوبه ناصي قبل 7 سنين من مطره بظمه براها اكو حق حل. اجريت ورحت بلشت وبنيت انت هاي الكهرباء صار 20 سنه ليش ما خليه على وضعها وعلى تلزيقها وعلى بوقه واسوي محطات جديده زين كلهم بالدوله والدوله هي السبب. هي الراعي هو مسؤول والراعي مو خوش ادم كلكم راع ايه. وكلكم مسؤول على الرعيت بس ماكو الراعي هنا الراعي حرامي اي الراعي الراعي ماخذ راحته والرعيه خطيه يعني ساموا على الشعب ساموا على حقوقه ساموا كل شيء ايش تحكي انت مو خوش هذا والله ولا بيهم سيد ولا عويد ولا زيد من الناس بس ما بيهم استثناء. ان شاء الله نقول رمضان كريم مبارك. على امه محمد وان شاء الله عيد سعيد بالايام الجايه وبلك هاي الناس تتعب نسأل الله أن يجلي هاي الغمة على هاي الأمة ويرحم البلاد والعباد الحفظ سلمك ألف. نعم مشاهدينا الكرام يعني بالتالي حتى اليوم من جانسة للناس سواء مواطنين أو تجار أو غيرهم فدائما ما نجد أو نشوف أنه العلة والسبب بمشاكلهم اللي جاي واجهوها بعملهم دائما مرتبطة بقضايا سياسية وبقضايا الدولة. يعني اليوم على سبيل المثال لو أكو مصانع لو اكو معامل لو الدولة فعلا اشتغلت بهاي الفترة طوال السنين اللي مضت اللي راحت دعمت القطاعات الحكومية ودعمت نفسها دعمت الزراعة دعمت التجارة ما كان وصلنا لهذا الحال ولا شهدت هاي الاسعار هذا الارتفاع. متواصلين وياكم خليكم معنا. عجلنا رمضان كريم. كريم علينا وعلى الجميع. عظم الله أجرك وأجرك وأجر الشهادة الإمام. الله والديك أجرك وأجر الأمة. الأسعار الوضع رمضان شلون هاي السنة؟ رمضان زين هالسنة. هاي السنة؟ إي والله زين. من أي ناحية؟ من ناحية جو زين. جو زين صحيح. إي وازدحامات ماكو.
زحمات ماك؟ بس بالشارع يعني قاعد انا سائر تاكسي بالشارع ماك زين الصبح هذا الصبح هاي والله اطلع ماك ماك زحمات لا ماك زين كل زين مو مثل ايام العاده لا لا مو مثل العاده وبعد شنو الحلو؟ ايه كله زين رمضان خير كله خير ابو الخير هو رمضان زين والكهرباء هم زينه؟ الكهرباء كانت زينه والله قبل فتره بس هسه شويه قاموا يقطعون بيها عود ليش هسه احد المواطنين يعني هسه قال انه كل ما نريد نفطر تطفى الكهرباء بالضبط هالايام هاي نفطر على الايام صحيح لازم الله اكبر هالايام صحيح هالايام هالايام صحيح هالايام ليش؟ ما اعرف والله مقصوده؟ ما اعرف ما صور يعني مقصوده؟ والله الله اعلم اي بعد شنو ليش كله بوقت الفطور؟ وقت الفطور صح طفوها شغلوا لنا سحب اي والله زين اليوم شو يسوون الفطور؟ ها؟ شو يسوون الفطور؟ والله ارقص مره ثم بوتيته واسمه فلافل وعندك عروق زين باذنجان شنو اشوف؟ انت من النوع همين من تشتيت خابر اسوي هيك يومي؟ لا احنا انا اطلع للشغل اجي اسوي اقول لهم بس مسواق قاعد تجيب لنا طماطم تجيب لنا خيار ما ادري شنو الشغلات لحم هاي زين يوم ما يسوونه موفق ان شاء الله اليوم الاسعار شلون لقيته؟ والله زين طماطم 750 طماطم 750 اي صح الخيار 750 كان خيار بيت فور ربيع طماطم كان بليل البقوليات اللحوم وغيره الدجاج اللحم زين ناخذ غنم ب 12 كيلو نص بستة اي ناخذ اللحم ثروم بعشرة زين اي زين كله زين اتمنى لك صيام مقبول صيام مقبول الجميع ما الله يجزاك طيب اللهم يحفظكم يسر عليكم في دول العمر لكم شرب بني ادم اكمل دول العمر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب وعلى الله يسعد على عيني ومرحبا رمضان كريم علينا وعليك وعلى امك محمد اجمعين ان شاء الله يا ربي ستر وعافيه احمد الله ستر وعافيه الجميع شلون الاسعار لحم اللحم والله اللحم الغنم صاعده ليش والله صاعده يعني لان هسه قاعد يجيبون مال 40 وزن ب 6400 يطلع عليهم 13 من قاع زين 13 زين. يعني عدل وزنه اي فصاعده اللحوم كلها صاعده وهسه بيه جاي تبيعونه والله قاعد نبيعه ب 13 اللحم ايوه مال الغنم غنم ومال عجل ليش؟ هم 113 13 اي نفس الاسعار نفس الاسعار لين شمال يا ذني؟ لين لا لا عراقي ادري قصدي لين من الشمال؟ لا لا عراقي احنا نجيب من جوا من الجنوب؟ اي مال الجنوب اي مال الشمال ما نقدر نجيبه لان عندك مطاعم مال ليه وليه لان ثقيل ما يمشي هنا ما يمشي شنو الفرق ليش؟ هذا مالنا علب ماكو ما يسمه هذا آه بدون دين هذا مال الجنوب مال الجنوب هذاك اي هذاك دين يجي شلون؟ دين اه والله وتعتاني اي هناك يعتنون بالتكرم بالحيوان مو مثلنا اي بس هسه جاي يقول لك مال الجنوب ارغب من مال الشمال احنا اي لان مينا مالع مينا مالع إيه بس المي ماله؟ اي المي والقاع بس هاي الفقره اي فقره بس قاعد يجيبون مثل العجل هذا الاوكران ولا هنا يعلفونه يذبوا له ملح ويا العلب زين حتى يطلع لحمه يطابق لحمه اها زين في هاي الفتره ما صعدت صارت اسعار اللحم بدايه رمضان طبعا ليش وصل عنده؟ والله كنا احنا نبيع صعد لل 17 غير مناطق 17 بس 17000 اي بس مناطق احنا شعبيه شويه تعبانه اه والله وشو وقت استقر على هذا الوضع؟ والله استقر هسه لما شوي السوق تعب السوق تعب؟ اي السوق الكوري كودبي ما بدا يتحرك؟ لا 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 احنا اللي نعرف هاي العشر الاخيره او الايام الاخيره من شهر رمضان يبدا يتحرك السوق لا يبدا اخر خمسة ايام اخر خمسة ايام اي هسه يوقف منا لاخر خمسة ايام يتحرك شكرا جزيلا العين ومرحبا شرفنا بيكم الله يخليك عمو نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم عليكم. We'll be right back.
شوف وين راح؟ راح البصرة. جابتكم؟ جاب لنا تمر. تمر هاي عفوا، شنو نوع التمر؟ عندنا خستاوي، عندنا بارحي، عندنا خضراوي، انواع التمر. يعني بس هسه حاليا مال العراق عندنا بس خستاوي. بس خستاوي عندك؟ اي. مال البصرة؟ مال البصرة. والباقي؟ مال ديالو ومال كربلاء. والباقيات؟ الباقي كله ايراني. ايرانيات؟ اي. هو الايراني قام هنا يستورد مني من ياخذ تمر بالشتاء وبالصيف ياخذ يطلع لنا يبيع لنا اياه. يعني ياخذه من يمنه؟ ياخذه من يمنه. خوش حسن. شوف هاي علبه شنو هذا؟ هذا التمر اسمه ابراهيم. زين. هذا عراقي. زين. بس الغلاف شنو؟ كله ايراني. يعني ابو ايران بس هيك يسوي؟ بس يغفى هيك. ايش يبيع عنا؟ يبيع عنا الباك كرتونه كامله ب 24. يعني اربع كرتونه 10,000 دينار. 10,000 دينار. احنا نربح بها 5,000 يعني 15,000. يعني هسه العراق جاي يصدر حتى يسلفنون؟ اي يسلفنون، اكثر شيء العراقيين يستعملون. ويدزونه الايراني. اي. هم الايرانيين ياخذون حاجه من يمنه تمر الدرجه الاولى ياخذونها من يمنه. متاكد؟ متاكد 100%. زين، هسه كم نوع عندك هنا ايراني؟ هسه عندي ايراني. عندي هذا ايراني. هذا ايراني. هذا ايراني، هذا ايراني. خمسه صار. خمسه وعندي بعد كراتين اربعه خلصت. لان يعني كلها ايرانيات. زين. كلهم خلص التمر ايراني. بس والراشه ام ايران؟ الراشه اكو عراق، هذا كله عراق. هذا عراقي. هذا عراقي. ام عوسه يعني راشه تستورده؟ هو هذا سمسم. ما ترهم. قاعدين على سمسم شلون يطحنونه. اه. والله العظيم. اسعار شلون هاليوم منطقه؟ والله اسعار يعني شويه زينه. نعم. تشتري؟ نعم العام تشتري قامت. تشتري. هاي الايام الاخيره عادي؟ اي عادي ماكو اشكال، العام قامت تشتري يعني اكل يوم كيلو طن باذنجان ب 1000 ونص، يوم 750، يوم المشتري من يجيني يضحك. يوم المشتري من يجيني يبكي 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 قلت له شكو قال طماطه ب 1000 دينار باذنجان ب 1000 ونص وبطيخ زيت ب 3 ونص شلون راح اشتغل انا؟ طيب ابو علي يعني ايش اقول له؟ احنا من حاله من حاله لا اكو راتب يعينه ذاك ذاك من ذاك عنده راتب يعينه روحه يلا شكرا جزيلا حبيبي نعم مشاهدينا الاكارم متواصلين وياكم خليكم رمضان كريم شلون اخبارك؟ قاعد تشتري؟ والله نشتغل تبين حال من الدوام هسه؟ اي والله نشتغل ايش تشتغل؟ صباغ مال اثاث مال يعني بالاثاث؟ اي نعم مو بالمنع نجار وصباغ يعني كل شيء شلون شغله؟ الحمد لله وبرمضان شلون؟ والله الحمد لله زين زين الله. يعني المهنه ما تعبت في الوقت الحالي؟ بسبب كثرة الأصباغ كثرة هواي أمور يعني بيها موجودة والله هي قصة جاهز المهنة ما تتعب إذا شغل نظيف الناس تجيها آه. إيه الناس تعرف تتعنى على تبين عتيج إيه طبعا قدير ها إيه عندك شغلة تعلي خابز خابز المهنة إيه لا شو محلة هاي وين السيطرة هاي من هاي الشرابي والقنافات هاي الشراب إيه نعم إيه وبنفس الوقت أشتغل بالميلامين يعني ها وهاي الخشاب من صنعيتكم إيه عراقي انت بس اصبغ انا اصبغ واشتغل ميلان كل شيء اسوي كل شيء تسوي كل شيء كلاش صايم ها صايم الله يتقبل بس تحتاج تصير رقيق اي والله ليش الحق اليوم؟ ثلاثة غادي لو زين لا الحمد لله اه ويا السوق ويا اذا رخيص يجيبوا يبيعون رخيص زين ولا غادي هاي هسه انت اليوم كمواطن انت اليوم دائما تتبضع نعم بثلاثة الحق شلون؟ والله هي غالية هي جاي تجي غالية منها اي بس شو اسوي انا ابات المشتهى والصايم مشتهي ايه مجبور صحيح بس انا نفسي بيها ابقي احرم نفسي لا ما يصير تخليها بنفسك لا والله المهم تشتغل مو يومية هي يعني خلينا نقول هالشكل صح حسب المشتهى والله الله يوفقك ان شاء الله شكرا جزيلا رزقك سالم اتمنى لك تختار شيء ان شاء الله شكرا جزيلا نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم خليكم معنا شلونك عمو؟ والله زين شو اخبارك؟ والله على ايش قصدك تشتغل بالعلاج؟ من 82 82؟ اي اه الله يعافيك هذا العمر كله؟ هذا كل العمر بالعلاج؟ اي والله ايش عجب؟ هاي ايش يسوي؟ العيشه صعبه وتعرف انت وايجار قاعد انا ما عندي راتب ما ايش اسمه 500 عندي راتب عندك راتب رعايه؟ مراعي مال الموظفين ما هات كنت موظف سابقا؟ سابقا اي طلعت تقاعد طلعت تقاعد 500 زين وما يكفيني طبعا احتياجي البشر صحيح ما محصول صحيح زين
وانا قاعد يجر 400 يعني 100 تبقالي. عندك ابناء؟ ما عندي ولا ولد. استشهدوا؟ اي هسه ولا واحد عندك؟ ولا واحد. لا ولد ولا ابن؟ عندي بيبي زوجة بالله. الله يحفظها لك. بارك الله فيك. زوجتك وياه؟ موجود اي. ها؟ موجود وياي. زوجتك وياه؟ اي. قاعد بالايجار؟ قاعد بالايجار. 182 قاعد بالايجار؟ اي 182 قاعد بالايجار. وزيد جاي تحصل هسه؟ والله حصل لي نوبات 7 نوبات 8 مو سوى 10. من شو وقت تجي نادي السوق؟ اجي العصريات. الصبح الصبح ما يعني العصر بالاربعة. بس بهذا السوق تواجد؟ اي بس بهذا السوق تواجد. اي؟ اي. بس هذا السوق تواجد. دن منين تجيك انت؟ والله من ابو العلالي. تاخذ من ابو العلالي جملة. جملة. وتبيعهن بايش تبيعهن؟ ابيعهن على ربع. واحدة بربع. اثنين بربع. اثنين بربع. اثنين بربع. المحصول اطلع من عندهم والبقيات هم يعني يعطوني الزايد الناقصه من الجمره. هذه المحلات؟ المحل من هذول اللي قاعدين الوسطيات. الوسطيات. ايه؟ والحمد لله طالع مصرفي وطالع شو اسمه. ها. اي والله العظيم. ومستوره، المهم مستوره هي. مستوره الحمد لله والشكر. ما؟ نعم مستوره والحمد لله والشكر. زين ابنائك اللي استشهدوا الله يرحمهم. ما خذ كل شيء. هم الامريكان. امريكان. امريكان؟ ايه. ما مشيت معامله؟ ما مشيت. قلت له ما اريد. بس هو حقك ما اريد. لا ما اريد. غير شهداء. انا حقي صحيح شهداء بس حقي ما اريد انعته. لانه هو امريكي. الامريكي شنو هو عشان طايح حظه. زين. زفت. زين. انا جاي بالعراق يعني شنو شنو هي متغير تروج معامله مال ذوي الشهداء. يعني هسه تغيرك الرفع حتى ما بس مجرد طلعوهم. طلعوهم ورجعوهم. اي ما انا ما ما روجت معامله؟ ابد ما روجت معامله. ابد لا روجت معامله ولا. زين كم شهيد انت عندك؟ 100؟ انا 2 عندي. 2 شهداء. اي. يا سنه توفوا؟ بال هاي بال مال الحرب مال الامريكا. يعني 2007 2008؟ اي. هاي الفتره؟ اي. ها بس دول حاسبين ترى على الشهداء يعني انت المفروض انك تروح هسه لك حتى اولويه. ما انا ما رديت احسن لك اياها بصراحه انا ما رديت. ليه قتلون امريكان ما رديت؟ اي ما رديت. لانه قاعد بحضني وهو مات. الله يرحمه. حضني الله يرحمه. حضني وهو مات. ايش اسوي بعد؟ يلا هاي انا اريد الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك. يستر عليك ويوفقك. بارك الله فيك. واذا عندك مناشده بارك الله بامكانك انه البرنامج هو برنامج معامل عندي مال هذا متقاعد مال المتقاعدين. متقاعدين مال المتقاعدين. المهم يعني فلوس تطلب لو معاملات شو اسمه وثائق رسميه تطلب منهم؟ مو وثائق. ها آه. وديت لهم ما قبلوا. ليه شنو يعني يريدون مني مليونين. مليونين مليونين يريدون من عندي وانا ما عندي. هي مال شنو مال شنو ما تذكر مات شو اسمه مات الحرم مات شو اسمه نهاية خدمة نهاية خدمة نهاية خدمة نهاية خدمة يا خير ان شاء الله. اي والله هاي مناشدتك للتقاعد. أيوة العامة. التقاعد العامة. شكرا جزيلا. بارك الله شكرا جزيلا. ربي بارك الله فيك. الله يخليك. نعم مشاهدينا الكرام وبالتالي هي المناشدة هاي اللي رئيس هيئة التقاعد يعني شفت المناشدة وفهمتها انه نهاية خدمة عنده جاي يطلبون منه مليونين وبالتالي جاي تراجع جاي راجع ونفس الوضع والمعامله متوقفه بهيئه التقاعد العام. متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام خليكم. أنيس الله يسعدك. هلا حبيبي. شلونك؟ حياك الله. رمضان كريم. عليك وعلينا ورحمة الله. زين؟ ما شاء الله. بين متعوب من الصيام. أيوه تعبان. طيب والله روح وجاي. التعب من الشغل. لعب استيمانية وجاي كذا. اليوم جاي من استيمانية؟ لا البارحة. سفرة سعيدة لو شنو قلت لك؟ لا والله لا بالعمل. على الشغل. ليش من استيمانية؟ مو من هناك يجي هناك مو من هذا المرز على كرار المنفذ الوحيد اللي يطب الإيراني. مهران هاي الطرق كلها سادينها على الجنوب. كلها سادينها ما أعرف بعد اتفاقية ما أعرف. طريقنا من هناك يجي على كلار على السيمانية المنافذ زين
يعني زرع هو زين هنا بس المنافذ بعد ما ادري عشان اتفاقيتهم ما اعرف قصادها مسدوده المنافذ لا هاي مسدوده منها هم صار مفتوحه مش شيء قديم مثلا ما يطبب لك مثلا مخضر لو طب بنانة كذا ارخص يصير واي يعني اتفاقيه من زمان هم هذا الشهر فتحوا على مود رمضان فتحوا الاستيراد على مود طماطم هاي كانت كلمه ممنوعه كانت غاليه يعني ليش ممنوعه؟ لان شو يسوون الحين؟ يسوون حمل رق وبطيخ مثلا؟ شو يسوون؟ يحفرون رق وبطيخ جوا يحفر خافق وطماطم لو خيار شو يقول للضابط الله شاهد عليه هاي السطر هناك يعني مالتنا الاتحاديه مال رئيس الوزراء يقول لهم عمه انا بالنسبه لي ما حمل انا حمل بس رقي اقول لهم حرام هم يضحكون شو اقول له حرام انا يقول لي حاط طماطم جوا خيار زين قلت هذا الشيء حرام ما اخلي جوال زين شكو ممنوع حرام بس هو يضل يضحك زين تباوع يعني وضعنا ما والله ما اعرف يعني اتفاقيه ويا الكراد ما اعرف شنو الطريقه عندهم ما اعرف عندك هسه المنفذ هذا مال مهران اذا ينفتح هاي طب مخضر كله بالقران في السوس بالقران هاي طماطم سوس 750 يا صاله مسدود صادين هذا اتفاقيه بيناتهم هم هذاك له وهذا له هيك زين هو لو يردون رحمه للشعب العراقي تعال تعال يردون رحمه مثلا الشعب العراقي يقول لك انا مثلا يقول لك هاي الناس خطيه مثلا خلينا نفتح الاستيراد منها مال مهران وخذ قمرك صحيح ترجع تاخذ اخذ زين ايش خلينا مثلا نروح منا نغرب هناك والقران ليه يحترمون واحد ليه اسلوبهم مو حلوين العراق شمال 100% هاي هويه هسه هيك ليش انت سايق مثلا سايق مو سايق ليش قاعد بصدر يعني تصرفات مو حلوه بصوره عامه انت دفعت احنا هاي ما على الكوت تحال ما دخل نعيش حالنا حال البشريه ليش هم يعني مرتاحين روح شوف شوف شلون المناطق هي صغار يعني ريفيه باعتبار يعتبر كلر صغيره شوف شلون مرتاحين نظافتهم حلوه احنا موضوعنا ما ان الله بس وعلى هذا الاساس تجي تستوردون وتسدون هذا كل ايران ما في عراق منفذ مهران جاي تجيكم البضاعه غاليه 100% على هذا الاساس لو فاتحين مننا هسه هذا رقم 500 دينار بدل ما 750 500 هسه الحقه بيش اليوم حقه بتلا حقه بتلا ايران ما في عراق هسه مرق بيضاء ايران ما في عراق هاي بطيخه ايرانيه مو عراقي العراق شو وقت بعد شهر خامس اي إيه؟ هم غالي هم غالي يطلع العراقي لا بالعكس هو ينزل على نزله واحده 100 اول بدايه غالي من يقطعون هذا يغلى هذاك راسه يبقى شويه ياخذ اثر بعدين ينزل من اكثر بس مو غالي الحقه بثلاث؟ واه بطيخ باربعه بطيخ باربعه باربعه زين شنو هسه المفروض هذا 500 المواطن لو اريد مالات الله غير اي مالات 500 اي 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 مالات اي والله مالات الله فوق كل شيء لا زرع ولا مالات هسه البطيخ نشتري احنا 600 500 700 مضطرين احنا نبيع بلد نطلع مضروب نطلع حي مضطر نبيع بلد صحيح زين ايش حال لو فاتحين انتم منا ونجي من المواطن خلي ياخذ حاله حال البدايه تفرق عند الناس والله العظيم كله يعني تباوع شوف العجائب بالطريق ما عشان احكي لك هسه مساله خاف يكذبون بالطريق ايش قصدي يعرفون وجهنا اي روحوا وجهي الله وكيلك روحوا وجهي يعرفون وجوهنا زين لو شوف الطريق انت بالحسين ما سوالف بتصير لا ما صاير ابد ما تصير اتفاقيه اي واضحه واضحه للناس تعطيني 10 نقاط تعطيني 5 نقاط قدام عينك اي تعطيني مال اي خاف انا احكي لك انتخاب ما ادري لا لا واضحه للناس واضحه للناس الناس كلها انت افتح خلي العالم تاخذ مثلا عليك الحكومه مثلا هسه نفطات مريض كل شيء مريض من عندكم زين خلونا عاد بشغلنا اي خلي الناس تعيش خلونا براحتنا نشتغل اي خلي نرتاح يعني ليش تضيق علي الخناق منا خلي نفرح مع الوالد خلي نرتاح خلي نرتاح على هالعالم ليش تجي على شو قلبنا استع قلبي وخلينا نفتر اي شيء القران البارحه ثلاث هبطات رتوقع حبيبي رتوقع ثلاث مرات بالحسين بنزله بادي على ما مس اربع مرات نزله هيك بالقران الساعه 11 بالليل السياره انا اسوق انا اروح سايق وارجع سايق وانا حي وحمل انا يعني حمل زرع انا بالقرى انا اروح القرى ثلاث مرات يعني انا هو هم مريض يعني ايش اسوي بعد؟ الله يكون بعونه اي يقول يعني بكت الله يكون حلو العينه شويه ان شاء الله هو الكاظم زين وان شاء الله هاي الحكومه نقول بكت الله زين يعني ان شاء الله ندعم من الله ندعم من الله الشعب العراقي والله العظيم تعبنا بالقرى تعبنا يعني شو يقول لك هسه شو تحكي احنا؟ ما يفيد احد ايش تحكي ايش تعبر؟ ما يفيد ما يفيد يعني ان الله بس الله كريم الامن بالله والله كريم الله موجود بدو القلب بدو العمر حبيبي بدو القلب الله يبارك فيك حبيبي شكرا ايه. تعال ملاحظة تعال تعال طينا ملاحظة جاي وقت الفطور ايه. يطفون الكهرباء وقت الفطور جاي يطفون الكهرباء ليش؟ الحكومة قصدي الوطنية وقت الوطنية وقت الفطور يصيح الله اكبر يطفون الكهرباء ليش؟ شنو السبب؟ يعني من الفطور ثاني يوم ما يطفون ويا الفطور الله اكبر يطفون الكهرباء ليش مقصوده ما ادري هو السؤال هذا بعد يبقى بس الوزير الكهرباء يطلع وزير الكهرباء كهرباء ليش طفونها وقت الفطور يا وزير الكهرباء ليش طفوا وقت الفطور والله على روح والديك والله العظيم والله العظيم يعني الكهرباء موجوده صحيح ليش وقت الفطور بس هذا الموضوع مو فقط في منطقتكم يعني اغلب المناطق الا بغداد كل صحيح احنا مو مسلمين مقصوده والله بعد الله اعلم وعلى اساس افطار شيء
والله بعد الله ما يردون نفطر حتى اي ما نفطر عافيه اي لان الفقير يريد يحاربون الفقير ما اريد نفطر على المدفع اي ما لا ماكو لا ماكو هذا المدفع بعد المدفع امانة الله الناس فقره والناس تعبت شكرا جزيلا والله العظيم هلا بك يا الله يسلمك هلا بك مشاهدينا الكرام يعني احنا بالتالي نتمنى هاي الناس تاخذ راحتها بشغلها ماكو مضايقات بعض المنافذ الحدوديه نتمنى تنفتح على اعتبار انه اليوم الناس جاي يعانون بعض المشاكل اللي تعيقهم بتجارتهم بعملهم اكو بيهم انه يروح للشمال او يرجع من عفوا يطلع خارج العراق ويستورد ويجي فبالتالي الكلفه تكون عليه غاليه فاحنا بنفس الوقت نتمنى انه دعم هؤلاء الناس وفتح المنافذ الحدوديه حتى الوضع يرجع مستقر وترجع على قولتهم الحقه على سعرها القديم وحتى المواطن يعيش مرتاح. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج جام الناس. الى اللقاء.